دعونا إذا نتحول مباشرة إلى فقرتنا التحليلية ونبدأ بصحيفة السودان ونقرأ فيها: الحكومة تتفاوض مع بتروناس للاستكشاف النفطي في البحر الأحمر. كشف وزير النفط والغاز والمعادن المهندس الزهري عبد القادر عن مفاوضات تقوم بها الوزارة مع شركة بتروناس الماليزية للدخول في استكشافات جديدة في مربعات البحر الأحمر. وكشف عن زيارة رئيس الشركة الماليزية للبلاد في 29 من سبتمبر الجاري. وقال وزير النفط للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن الوزارة تقود مجهودات كبيرة لاستكشاف حقول جديدة ورفع زيادة الانتاج النفطي في المربعات الحالية. وأوضح وزير النفط أن الوزارة تعمل من خلال ترتيب الأولويات واتباع الطرق الحديثة لزيادة الانتاج وتحسين العلاقة مع المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن الوزارة ستعمل ليلا ونهارا لاستخراج ثروات وخيرات البلاد. يعني محاولة جديدة خالد من الحكومة في البحث عن موارد تسهم في تعافي الاقتصاد. برأيك كيف تبدو فرص هذه الاستكشافات الجديدة؟ طبعا ده دور وزارة النفط أنه تحاول مزيد من الاكتشافات أو رفع إدخال تقنية ترفع معدل الإنتاج في الحقول العاملة حاليا. وطبعا السودان عانى كثير من خروج النفط، أثر كبير على الاقتصاد. 73% من موارد البلد النفطية تم فقدها. ل 2011 كان إنتاجنا حول 500,000 برميل في اليوم، الآن الإنتاج بقى بين 76 ل 66 ألف برميل في اليوم، ودي نسبة كبيرة، نسبة انخفاض كبيرة جدا جدا، لأنه الجنوب كان إنتاجه حوالي 350 ألف جالون في اليوم، والباقي كان بينتجه شمال السودان. أفتكر حوجة لحاجتين، إحنا محتاجين لتقنيات حديثة لرفع معدل الإنتاج في الحقول الحالية، لأنه حتى الحقول الحالية الإنتاج تراجع في السنين الأخيرة من 120 ألف برميل في اليوم حتى وصل ل 66 ألف، ومن شهرين في حديث حول أنه يعني يقارب ل 77 ألف برميل، ودي نسبة ضعيفة مقارنة بالاستهلاك المحلي للسودان. المحاولة للاكتشافات الجديدة دي خطوات كويسة ودائرة مجهودات كبيرة، لأنها في ظروف معقدة بتمر بها صناعة النفط على مستوى العالم. هناك انخفاض في الرغبة في الاستثمار في الاكتشافات الجديدة اللي نسبة للانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، وفي حالة تعتخمة في العالم في الاحتياطات النفطية. أيضا هناك في بدائل للنفط بقت التعامل معها، خصوصا مع حملات بتاعة البيئة وتغير المناخ. هناك في الاكتشافات الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أكبر مستهلك للنفط، فدي كلها بخلي المناخ الاستثمار في النفط في غاية الصعوبة، خاصة في بلد زي السودان. حتى الآن الاكتشافات بتاعتنا ما كبيرة، يعني الانتاج الحديث مثلا زي السعودية بيصدر في اليوم حول 10 مليون برميل، فبالتالي نحن المطلوب يعني تكون في اكتشافات جديدة على المدى الطويل، تكون في مجهودات أكبر، لكن باستمرار السودان محتاج لمجهودات أكبر في مجالات أخرى. هي عندنا فيها موارد متجددة مثل الزراعة، مثل الصناعات التحويلية، مثل الطاقات المتحولة، فدي المجالات الأرحب للسودان المفروض جهود الدولة تكون فيها. لكن ما بين في أنه مفروض وزارة النفط تعمل أيضا بغدر حوجات، لكن ما أفتكر هو قطاع ممكن يجيب عائد كبير، لأنه دي من الموارد الحقيقية بتاعت السودان.